بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا أشكر جهودكم، الإعلام عامل مساعد جدا بالوصول إلى القرارات الناجعة، لأنه ممكن أن يطرح وجهات النظر المختلفة والناس المتباعدة ممكن أن تقرب عن طريق الإعلام. فيما يتعلق بموضوعات الأندية، احنا في اللجنة الأولمبية لدينا تصور بأن الأندية الرياضية يجب أن تنال استقلالا كاملا، وبالتالي لا تحتمي بمظلة اللجنة الأولمبية أو بوزارة الشباب والرياضة من 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 ناحية تبعية هذه المؤسسات، وإنما تعمل بالتنسيق. هذه المؤسسات تعمل بتنسيق مشترك بين اللجنة الأولمبية والوزارة والأندية. هذا الأمر صعب أن يتم ما لم يكن هنالك هيكل يمثل هذه الأندية. إذا بقت الأندية كل نادي يتصرف أمام الأولمبية أو أمام الوزارة بشكل منفرد، راح تتشعب الرؤى وتختلف وجهات النظر كثيرا، بالتالي راح تنشئ تفاصيل كثيرة، ودائما في التفاصيل يظهر الشيطان، تظهر المشكلة. لذلك أنا مع إنجاب كيان جديد يمثل هذه الأندية أمام الأولمبية وأمام وزارة الشباب والرياضة، يتولى مسؤولية إدارتها. وزارة الشباب والرياضة لا تستطيع إدارة الأندية، لأنه من الناحية القانونية هذه هيئات مستقلة، هذه أندية مستقبلا هي يجب أن تكون قطاعاتها مستقلة بشكل كامل قانونا وإجراءا. زين، هل الأندية حاليا أنديتنا وضعها الحالي قادرة على أن تكون مستقلة وهي بحاجة للدعم الحكومي؟ الدعم الحكومي، يعني استقلالية الأندية لا يعني أن تتخلى الحكومة عن مهماتها في دعمها، لأنه هذه منظمات، هي منظمات ذات نفع عام، هي منظمات أهلية ذات نفع عام، وعلى الدولة بالضبط ذات نفع عام ومهمة، وبالتالي على الدولة مسؤولية في دعمها. يعني الدولة مسؤولة عن دعم منظمات المجتمع المدني في الأنظمة الديمقراطية، مسؤولة عن دعم الأندية. هذه الإجراءات موجودة في دول وسطية، في بعض الدول الوسطية اللي هي ليست دول رأسمالية وليست دول ديكتاتورية، الدنمارك وغيرها. هذه الأندية مدعومة من الدولة، ولكن تتمتع باستقلال كامل في إدارة شؤونها. كيف تحاسب الأندية؟ أو هنالك أجهزة رقابية تحاسب جميع مؤسسات الدولة العراقية. الآن اللجنة الأولمبية مؤسسة أهلية، لا تتبع وزارة ولا تتبع حكومة، وترتبط بشكل مباشر باللجنة الأولمبية الدولية، لكن الدولة تمنحها منحة مالية تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية، ولو تولدت شكوك في لا سامح الله إجراءات مالية غير سليمة، فمن حق دائرة الرقابة المالية أن تحيل أي ملف في اللجنة الأولمبية للقضاء، وبالتالي نحن خاضعون للقضاء. هسه أكبر مشكلة للأندية، خاصة اللي أنتم كل اللي جاية اللي هي مو أندية مؤسسات، أكبر مشكلة هو الدعم المالي. شنو اللي راح توفره لهم المجلس هذا واللجنة الأولمبية؟ المواني شرحت لك، قلت لك الحكومة واجب عليها، لذلك أنا أقول إحنا مع تشريع قانون يوجد هذا الكيان بشكل رسمي. القانون العراقي مانح فرصة كبيرة على الحكومة في القانون أن تمنح الأندية مبالغ، يعني في قانون الأندية الرياضية رقم 18 هنالك نص واضح وصريح، الموارد لا هنالك نص واضح وصريح حتى للأندية الأهلية، هناك نص واضح وصريح، هي المنح الحكومية الموارد المالية للأندية في مواد القانون، واحد من عندها هي المنح الحكومية، وبالتالي هذا القانون شرعته الحكومة وأقرته الحكومة، فواجب عليها من خلال القانون أن تمنح هذه المبالغ. أكو منح 50 مليون وأكو أندية 5 مليون. إذن أنت تبحث عن حلول أكبر، الحلول الأكبر هي حلول يقدر ينافس. لا ما يقدر. أنت تبحث عن حلول أكبر، الحلول الأكبر هي في إطلاق مجالات الاستثمار سواء للأندية المؤسساتية أو للأندية الأهلية، حتى تخرج من خزينة الدولة، حتى تتحول إلى أندية منتجة للمال. الآن الأندية هي أندية مستهلكة للمال، هذا بسبب التشريعات. أوجد لهم تشريعات، منحهم امتيازات حتى تقدر تخرجهم أن يكونون مستهلكين للمال ويتحولون إلى منتجين للمال. الآن هو الوقت الأمثل للاستثمار العقاري في كندا. أقوى الأسواق العالمية للعقارات. للمزيد من المعلومات اتصل بالخبير العقاري علاء يوسف صاحب أعلى مبيعات لشركة ريماكس لأربع سنوات متتالية.